اهلا بيك يا هشام. يعني بالتاكيد مشكله النظافه هي احد المشاكل الكبيره اللي احنا بنعاني منها، وعشان كده زي ما انت ذكرت النهارده تحت رعايه الدكتور هشام الشريف وزير التنميه المحليه بتنعقد مائده مستديره بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئه والدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال ومحافظ القاهره ومحافظ الجيزه ومحافظ اسكندريه والقليوبيه، وده لمناقشه تطوير منظومه النظافه وايضا يعني إدارة المخلفات بشكل عام، وأيضا بحضور عدد كبير من ممثلي شركات النظافة وممثلي البنوك المصرية لبحث وضع شركة مصرية مساهمة تقوم بحل مشكلة النظافة خلال الفترة القادمة. إحنا عشان نعرف مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع وكيفية إنشاء هذه الشركة وحل مشكلة النظافة بشكل عام بيشرفنا بينور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة. معالي الوزير، يعني برحب بحضرتك في البداية وأسفين على تأخير حضرتك، ولكن عايزين نتكلم النهاردة بالتأكيد موضوع مهم جدا. أزمة النظافة هي أحد المشاكل الكبيرة اللي احنا بنعاني منها. انتوا بتتكلموا النهارده عن وضع خطه ووضع رؤيه جديده لحل هذه المشكله، ازاي ممكن نحل هذه المشكله وامتى ممكن يتم انشاء شركه مساهمه مصريه زي ما انتوا ذكرتوا النهارده؟ احنا بنتكلم النهارده على وده جزء من حوارات ان شاء الله. احنا بنتكلم النهارده مع رجال اعمال، مع البنوك، مع الاستشاريين، مع محافظين. بنتكلم النهارده على التغيير الجذري. احنا ما بنتكلمش على تعديل في منظومة، احنا بنتكلم على استبدال المنظومة بمنظومة تماما مختلفة. جزء منها وجزء اهم هو الشركة القابضة، ولكن ليس كل التغيير هو الشركة، لان هناك تغييرات اخرى خاصة بالتشريعات والادوات الاقتصادية وطريقة حقوق الانتفاع والتدريب، وكل ده ضروري يخش في المنظومة بشكل جديد. فاذا كانت بداية التغيير وبداية الحوار هو الشركة المساهمة اللي احنا عايزين يعني ندفعها ونظهرها الى الحياة فليكن، ولكن النهاردة النقاش واسع متعدد، ما بيركز بس على المخلفات البلدية وان كانت هي القلب، ولكن بيركز كمان على المخلفات الصناعية والمخلفات الزراعية والمخلفات الطبية والمخلفات الالكترونية، وهي اكثر خطورة على البيئة وعلى الصحة العامة من المخلفات القمامة. النهاردة احنا بنبدأ مع وزارة التنمية المحلية ومع وزارة قطاع الأعمال مرحلة جديدة في تطوير المنظومة وفي إعداد ما هي الأدوار، ما هو دور المواطن وما هو دور الدولة وما هو دور المحافظة وما هو دور الشركة، بحيث يكون كل حاجة واضحة بشكل واضح والمسؤوليات واضحة. المؤسسة البرلمانية معنا النهاردة، كويس، بعتقد أن ده حوار جيد وبيتم في إطار تكليف مجلس الوزراء للثلاث وزارات قطاع الأعمال والبيئة والتنمية المحلية بإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية اللي هنعرضها إن شاء الله على مجلس الوزراء. يعني فندم، إزاي بيتم التعاون ما بين الثلاث وزراء لحل هذه المشكلة، وهل تم وضع خطة زمنية ومبلغ معين لإنشاء هذه الشركة؟ المبالغ مقدرة والخطة الزمنية مقدرة، ولكن هو أهم حاجة المنظومة ودور الشركة فيها. أنت مش هتنشئ شركة وبعدين تسيبها من غير ما تعمل لها البيئة الملائمة الاستثمارية. طب ما يعني ايه الجديد فيها؟ يعني طب ما انشئت قبل كده شركات من هيئات النظافه، طب ما هو ممكن بقرار واحد نحول الهيئه الى شركه. لا، هي مش كده، هي مشكله ما هو الكيان المستدام اللي يقدر يعيش ويكمل ويدينا الخدمه اللي احنا عايزينها وما هي متطلباته. فتفكيرك في الشركه هيخليك ترجع لورا وتخليك تغير التشريعات وتخليك تعمل أدوات اقتصادية جديدة، تخليك تتكلم على التدريب، تتكلم على كيف تنشئ فرص عمل، تتكلم البعد الاقتصادي في مشكلة النظافة. مشكلة النظافة مش بس مشكلة فنية، البعد الاقتصادي والسياسي فيها أخطر وأكثر عمقا من البعد الفني. فهذا هو الحوار الذي كنا نسعى عليه في وزارة البيئة. احنا بقى لنا السنة دلوقتي في البرلمان، والبرلمان وصل إلى قناعة أن وزارة البيئة ليس هي المسؤولة أو ليس ده لها الإمكانيات، وأنها في حدود إمكاناتها زي ما أعلن النهاردة السيد رئيس لجنة التنمية المحلية، أعلنها بوضوح أن وزارة البيئة لم تقصر ولكن ليس ده الإمكانيات وعايزين نتعاون مع بعض. هذا هو اللي احنا بنتكلم فيه. وزارة البيئة نجحت لتحريك هذا الحوار إلى حوار سياسي اقتصادي مالي، البنوك قاعدة جوه بتتكلم، شركات الأعمال بتتكلم، القانونيين بيكلموا. هذا هو الحوار الحقيقي اللي هيأدينا للتغيير، مش كلام. المواطن عايز مننا خطة، الخطة موجودة بس ده يجب يكون لها ظروف المؤاتية للتنفيذ. انت ممكن تعمل خطط وهي غير قادرة على التنفيذ، فاحنا النهاردة ازاي ان هذه الخطط يكون صحيح تقدر تتنفذ على الأرض.
يعني في يا فندم وقت زمني ممكن نشوف فيه مصر بدون اي مشكله قمامه؟ ان شاء الله. بص حضرتك يا فندم، الوقت الزمني اللي ممكن نشوف بيه قمامه هو فانكشن في عام كتير، لكن انت بتتكلم على سنتين ثلاثه ممكن تشوف تحسن جذري في المنظومه، ولكن ده ليه متطلباته. فهل انت مستعد ان تاتي بالتغييرات دي؟ احنا كمواطنين، انا وولادي وولاد حضرتك واخواتك، هل احنا مستعدين ان احنا نغير شوية في سلوكياتنا؟ هل احنا مستعدين ان احنا ننتظم في منظومة كويس؟ هل المحليات لها القدرة لإدارة هذه المنظومة، ام نحتاج الى كفاءات ادارة من الخارج، مش من خارج مصر يعني، من خارج المحليات كويس؟ هل الرسوم هتحصل ازاي؟ ما هي موارد التمويل؟ كيف نمول ذلك؟ كيف تستعيد البنوك والشركات ما استثمرته كويس؟ واذا كان في فجوه من يدفع الكلام ده؟ يدفع ازاي؟ بس كيف نربط الاداء بمؤشرات؟ كيف نخش المواطنين معنا مشاركه في الرقابه على النظام، ولا يصبح هناك عقود غير عادله وتراقب بغير عدل؟ كيف نخش جميع القمامه معنا؟ كيف نطور جميع القمامه معنا؟ كيف ننقلهم الى 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 الى, إلى نظام رسمي وياخدوا عقود عادلة، ما ياخدوش الفتات، ياخدوا عقود عادلة تضمن لهم ان هم يطوروا ويستثمروا ويصبحوا هم القاعدة للصناعة الوطنية. ازاي تنشأ صناعة جديدة ترتقي بالبلد، تستعيد ما يمكن استعادته من قيمة اقتصادية زي ما قلت حضرتك، مش بس من البلدية ولكن الزراعية والصناعية والإلكترونية والطبية. 100 مليون طن هتتعامل معهم ازاي؟ ضروري أن يكون هناك قطاع صناعي اقتصادي وطني قادر على أن يقوم بهذه، وله أثاره، لأن ده هيأثر على صناعة الإنتاج المعدات، فهيكون ليه أثاره الاقتصادية الإيجابية على قطاعات أخرى هتمده باحتياجاته، وهيكون ليه تشابكاته، يعني في لغة الاقتصاد والتخطيط التشابكات الأمامية والخلفية، فيصبح قطاع مش عبء على الدولة ولكن عبء على الأقل بيجيب تكلفته. هذا هو ما نستهدفه. شكرا جدا يا فندم، شكرا لحضرتك. تحت أمرك.